السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أصدقائي الأعزاء. خلال هذا الأسبوع شهدنا حدثين غريبين إلى حد ما. الأول ومباشرة بعد تداول خبر الإشادة الملكية بالعلاقات المغربية القطرية، ظهر منشور يتساءل إن كان هناك قد وقع انقلاب عسكري في المغرب. وبعد يومين من ذلك بدأت تتناقل مجموعة من الصفحات خبر وفاة الملك محمد السادس. إذن لمعرفة من يقف وراء هذه الإشاعات ومن يروج لمثل هذه الأخبار، سيحضر معنا الإعلامي الأستاذ السيد نور الدين الأشهب بعد قليل. إذن نترككم مع هذه المقدمة ونعود إليكم بعد لحظات. إذن عدنا لكم من جديد. كما قلت سابقا، يعني هذا الأسبوع شهدنا فيه تطورات غريبة جدا، لا أقول خطيرة ولكن أقول بأنها غريبة. والبداية كانت مع هذا المقال الذي تداولته مجموعة من وسائل الإعلام المغربية، وكما عنونته جريدة الصحافة الإلكترونية: الملك محمد السادس يؤكد على قوة ومتانة علاقات الصداقة والتعاون بين المغرب وقطر. إذن مباشرة بعد ظهور هذا الخبر وفي نفس اليوم يظهر خبر أو منشور من هذا القبيل، منسوب إلى ما يسمى بمركز الإمارات للدراسات والإعلام، ويتساءل صاحب التدوينة: هل هناك انقلاب عسكري بالمملكة المغربية؟ ويعني هذه أمور تثير الكثير من التساؤلات. ويحضر معنا اليوم الأستاذ نور الدين الأشهب الذي سوف نناقش معه خلفيات هذا الموضوع. أستاذ نور الدين الأشهب، أهلا ومرحبا بك. معذرة، لأن سي نور الدين الصوت كان مقطوع، يلا أطلقناه. مرحبا بك سي نور الدين. أهلا صديقي سي عبد الرحمن، أهلا وسهلا ومرحبا، وأشكرك على هذه الاستضافة، ومن خلالها أرحب بالمشاهدين الكرام في كل مكان داخل المغرب وخارج المغرب، وأشكرك. وتفضل إن كانت هناك، يعني كنت طلبت مني ربما البارح أو قبل البارحة أن نناقش هذا الموضوع، ولكن كانت هناك ظروف حالت دون ذلك. والآن سنناقش هذا الموضوع بما نعرفه، وكذلك بما يمكننا أن نفيد به المتابع في كل مكان. إذن سي نور الدين، قلت في المقدمة بأنه كانت هناك يعني منشورات إلى حد ما تثير الغرابة والاستغراب، والتي جاءت مباشرة بعد تداول عدد من وسائل الإعلام المغربية خبر إشادة الملك محمد السادس بالعلاقات
بين البلدين الشقيقين المغرب وقطر، على غرار العلاقات يعني التاريخية بين المغرب والإمارات العربية المتحدة، والعلاقات بين المغرب والسعودية، والعلاقات بين المغرب وتركيا. ومباشرة بعد تداول هذا الخبر يعني خرج منشور غريب إلى حد ما، يتساءل صاحبه إن كان هناك انقلاب داخل المغرب. والمنشور هو أمامكم، منسوب إلى ما يسمى بمركز الإمارات للدراسات والإعلام. ما هي قراءتكم لهذا الأمر سينوردي؟ أولا أنا قرأت هذا المنشور من خلال يعني لم أنتبه إليه في الصفحة، يعني هو موجود في صفحة على في الصفحة في الفيسبوك. نعم. ولكن أنا انتبهت إليه من خلال مقال صدر باللغة الفرنسية في جريدة، موقع إلكتروني جريدة يا بلادي. نعم. فدخلت ووجدت، يعني كنت أستغرب، يعني عندما كنت أسمع بهذا الخبر سابقا كنت ربما غير نكتة أو من هذا القبيل. وفعلا عندما قرأت هذا الخبر يعني باللغة الفرنسية في يعني في موقع جريدة يا بلادي، دخلت لها الصفحة هذه وشفت هذه الصفحة هذه. فإذا هذا الكلام هذا كما يقول واحد عالم لسانيات إيطالي اسمه أمبرتو إيكو، تقول لك إذا قلت لرجل إن نظارك تحترق لا يهم أن يكون الخبر كاذبا أو صادقا، ولكن ما يهم رد فعل هذا الإنسان، هذا الرجل، هذا هل يبكي، هل يتألم، هل يجري، هل يهرول، ماذا يفعل، بمعنى رد الفعل. فإذا هذا المنشور هذا كاذب، ولكن الأثر يلو على القارئ، وطبيعي أن القارئ المغربي، فهؤلاء الناس يفكرون بتفكير يعني الستينات والخمسينات، عندما كانت يعني مجموعة من الأنظمة العسكريتارية، يعني مجموعة ديال الشباب عندهم عمرهم 26 27 كيديروا انقلاب ويديروا البيان رقم واحد، أو ربما كيتذكروا ربما بعض ما يسميهم الإعلام بأصحاب الثورات المضادة الذين يتدخلون في البلدان العربية ويحاولون أن يثيروا فيها القلاقل ويدمرونها ويزرعون فيها الفوضى ويناصبون العداء القبائل والمجتمع المدني والأحزاب السياسية والأنظمة كذلك، ويحاولون أن يدمروها ويزرعون فيها الفوضى والقتل والدمار، كما هو موجود الحال حاليا يعني في اليمن، في سوريا، في ليبيا، وفي مجموعة من الدول، وحتى بعض الدول القريبة منهم لم تسلم من هذا الشر. الملكية في المغرب يا صديقي، كما يعلم الجميع أن الملكية في المغرب ولله الحمد، أن المغاربة كلهم مجمعون على المؤسسة الملكية لما تحمله من رصيد تاريخي ويعني واجتماعي، وحتى على مستوى السوسيولوجي والأنثروبولوجي. فلاحظ مثلا المغاربة عندما إنسان يريد أن يشتكي أو يتظلم يقول وهو يتظلم ويقول وعاش الملك. هذا الكلام هذا يخرج من فم الإنسان هو البسيط. كذلك الأحزاب والتنظيمات كلها تختلف في المغرب عندنا الآن، تختلف في السياسات العمومية وفي النقاش العمومي، ولكن لا أحد في المغرب حاليا يمكن أن يقول بأنه يختلف على شكل النظام السياسي وهو النظام الملكي في المغرب، لأن هؤلاء الناس يعلمون جيدا على أن ثقافة السياسية في المغرب والتاريخ المغربي هو التاريخ دائما تاريخ اللي هو الذاكرة والمتخيل عندنا كاين فيه الملك، شخص الملك أو السلطان فيما قبل والملك. وبالتالي حتى بالنسبة للخلفية الثقافية أو الدينية عندنا في المغرب، الزوايا، هناك يقولون بأن المشرق هو بلد الأنبياء والمغرب بلد الأولياء. فثقافة الدينية عندنا في المغرب يعني الخلفية تاعها هي التصوف، وكما تعلم ويعلم الجميع أن المتصوف في المغرب أو الشيخ الزاوية لا يمكن أن يكون شيخا إن لم يكن ينتمي إلى البيت.
وبالنسبة للملكية عندنا، هناك من يرى بأنها سبط الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الخلفية الثقافية عند المغاربة أنهم كيشوفوا مثلا في الملك أنه سيدي محمد سبط الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه الخلفية الثقافية ديال المغرب، يعني الدينية ديال المغرب. ولهذا هؤلاء الناس لا يعرفون هذه الذاكرة المغربية، ولا يعرفون هذا التاريخ المغربي، ولا يعرفون هذه العلاقة ديال المجتمع المغربي، المجتمع المغربي مع الملكية، مع شخص الملك ومع الملك. حتى بالنسبة، وأنا أعطيك هنا مثال، حتى بالنسبة حنايا كناخذوا على سبيل المثال مثلا عندنا مشكل في الصحراء وعندنا جماعة ديال البوليزاريو الانفصالية، حتى بالنسبة للناس في البوليزاريو لا يستطيعون أن يشككوا في هذا الأمر، هذه العلاقة الوطيدة الموجودة بين المجتمع المغربي وبين النظام السياسي الملكية. تصور، أنا نعطيك مثال، دخول الآن فيسبوك أو في الإنترنت بشكل عام، يعني في مواقع التواصل الاجتماعي، ولو تجد واحد من البوليزاريو يمكن أن يسيء إلى الشخص الملك. لماذا؟ لأنهم يعتبرونهم ابن عمهم، لأنهم أصلهم هم شرفة الرقبات، فيعتبرون ابن عمهم. أنا أذكر واحد المثال بسيط جدا باش نرجعوا لهذا الموضوع هذا ونحاولوا نناقشوا فيه شوية، وغادي نعطوا واحد المعلومات لأنني أنا أعرفها وعشتها. 2013 كنت في موريتانيا، كنت أنا واحد بعض الزملاء، وكنت آنذاك يعني أجريت حوار مطولا مع قيادي سابق في البوليزاري وهو مصطفى ولد سلمى، ولد سيدي مولود. نعم. فبقيت هناك شي 10 أيام تقريبا في موريتانيا، وأجريت مع الحوار، لأن الحوار كان مطول ونشرناه منجما بفيديوهات فجاو عندي شي ناس اللي هما جايين من المخيمات من البوليزاريو، وجلسوا معايا وقالوا لي بغينا نجلسوا معاك، بغينا نجلسوا معاك وحدك. ربما هذه المعلومة لأول مرة أقولها، يعني غير باش نعطي واحد المثال. فمن جاو عندي دوك الناس، يعني خليت الزملاء وأصدقاء حتى نعسوا مع 12، وأنا خرجت معاهم درت واحد المغامرة ديال دوك الصحفيين غادي نمشي معاهم. جاوا واحد الميرسيدس، المهم دقدقه بحال الكار، ركبت معاهم ومشينا وخرجنا من موريتانيا من الواكشوط، ومشينا حتى وصلنا لواحد على البحر على الشاطئ، فجلسنا. واحد السيد كان عنده اللحيه وصلى بينا، وهو اللي جلس كيتيي، فبدينا كنناقشوا هذا الموضوع. تصور معنا خرجنا من الواكشوط، بمعنى اخر انك خصني نخاف على راسي ولا شي حاجه، ما عنديش نخاف، ما كاين حتى شي مشكل. فبدينا كنناقشوا هذا الموضوع، واحد السيد، واحد الشاب قال لي انا السي نور الدين، انا بالنسبه للبوليزاريو انتهت سنه 1991 في ديك القرار ديال وقف اطلاق النار، انا بالنسبه لي خرجنا باش نحرروا البلاد ونحروها، ولكن بالنسبه لي انا ذاك العقد اللي درته مع البوليزاريو انتهى، وبالتالي اصبحت في حل من هذا العقد الذي كان سنه 1991. هذا واحد. واحد تيقول لي، هذاك اللي كان كيتي وري صلى بينه وعنده اللحيه، قال لك اخويا انا اش دخلني في هذه الحدود وفي هذه الصداعات، انا كنبيع ونشري، ما تراتش اخويا نبيع من هنا في نواكشوط، ونبيع في الزويرات، وندخل نبيع في الداخله، ونبيع كا ونطلع لتطوان ونجيب سلعه ونبيعها هنا ونبيع ونشري. اخويا حنا خوت، حنا عرب، حنا مسلمين، حنا يا اخويا اش دخلنا في هذه الصداعات هذه حنايا. واحد الا سمحتي سي نور الدين، بزاف ديال الناس تيقول لي انا دخل الموضوع اللي ما عندوش، يعني ما يكفي من الوقت ماشي مشكل، يعاود يرجع لللايف غدا ان شاء الله يشوفه مسجل. حنا غادي نوقف ديالنا الكافي مع السي نور الدين، لانه يحمل داخل هذه الجمجمه مجموعه من الاسرار، وما غنطلقوا هذه النهارده تنعصروها كامله ان شاء الله. واه ماشي مشكل. واحد اشنو قال لي؟ واحد قال لي اخويا حنا عندنا المشكل، ما نبغيو نثقوا في حتى شي واحد، بغينا نجلسوا مع ولد عمنا الملك، ولد عمنا حنايا راضيين بولد عمنا يلقى لنا الحل في هذه القضيه دي. ولد عمنا يعني كيحكي على ولد عمنا، يعني انهم الرقيبات، وتيقول لك حنايا بغينا نكون زيارات ونمشوا لسيدي عبد السلام بن مشيش ونمشوا هذا، ونتحرك اخويا لانني انا كنحس براسي مغربي. فاذا هاد الناس هادو شوف كيفاش كيشوفوا هما اصلا انفصاليين، كيفاش كيشوفوا شخص الملك. نعم. وبالتالي وبالتالي بان، ونزيدك واحد القضيه اخرى، ان هذا الشيء راه ماشي زعما كان اعتباطا هاد الناس في البلاد عندنا، لانه باش كيديروا لك الله الوطن على الملك، زعما الناس راه غير تيخربقوا ولا شي حاجه، راه عارفين، لان كيعرفوا التاريخ ديال المغرب كي جاي، وكيعرفوا يعني الاصول الثقافيه والاجتماعيه، وكيعرفوا يعني فين كتلاقى النظام السياسي المغربي، فين كيتلاقى مع 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 المجتمع ديالو، وفين كتكون الدوله قويه.
واش انت بمعنى كبير ما عرفش كيفاش جات ديك الموضه ديال الصحافه المستقله ومشينا حنايا وهي ماشي مستقله من من فهمتي مستقله من الحزب ولكن راه مرتبطه مع جهه اخرى. انا تنقول الاعلام كيأثر في ثلاثه الحوايج. لامباكت ديال الاعلام خصو ياثر لك في السياسه العموميه السياسه العموميه ويأثر لك في القانون. فمثلا كاين بعض الامور هي اللي اصبحت القانون ربما يعني متراجب واحد الشكل كبير بعض القضايا اللي كطرح في المجتمع نقدروا مثلا نلقاو عليها مثلا يعني نسلطوا عليها الضوء ويقدر يأثر كذلك على مستوى التمثلات لي ريبريزونطاسيون التمثلات. فمثلا في السياسه مجموعه من القضايا موجوده ولكن لا نلقي لها بالا ولا نهتم بها وهي مهمه بالنسبه للمتابع والمواكب الاعلام. وهناك بعض الاشياء اللي هي في القانون مثلا لا نناقشها يمكن نديروا فيها الضبا نجيبوا اي واحد يناقش نجيبوا المحامي القضاة حتى رجل الامن حتى هو يجي يناقش لان رجال الامن اللي ولاو اليوم برا ماشي دوك رجال الامن اللي كانوا ديال البروفي ولا شي حاجه رجل الامن عنده الدكتوراه دابا حاليا في العلوم السياسيه وعنده في تهضر ثلاثه اللغات معنى انهم ناس راهم كيدخلوا الامن دابا حاليا كيدخلوا القضاء وهذا راهم ناس على اعلى مستوى راه غير كانوا مشيكون وغير جاهم شاكه معنى حتى هاد الناس يناقشوا معنا في هذه القضايا هذه معنى ان تكون مثلا ديبا بيبليك يناقشوا معنا كامل هاد الناس يكون رجل الامن يكون القاضي يكون الشيخ يكون العالم الاجتماعي يكون الفاقه يكون الى اخره. ولكن السؤال اللي كيطرح لنا السي عبد الرحيم انا ما كنقولش السي عبد الرحمن ما كنقولش بانه هاد الناس ما يمكنناش نديروا الاعلام او شي واحد كيمنعنا المشكل وهو انه شكون اللي غيناقش معهم. عندنا حنايا دابا حاليا انا كنقولها دائما هذه شحال كنقولها عندنا الصحفي الموظف ما عندنا الصحفي المثقف. واحد الوقت في الاحزاب السياسيه كان واحد الوقت حنا للاسف ولينا دابا حاليا الصحافه دابا حاليا اصبحت ملاذا من لا ملاذ له. واحد الوقت راه كان انسان كان بامكانه يمشي استاذ الفلسفه وكان بامكانه انه يدير الضروه وكان بامكانه يدير محامي ولكن هو اختار الصحافه وشمت لله بمعنى انه اختار الصحافه. ومن كيختار الصحافه كيعطيك في الصحافه. الصحافه بواحد الوقت كان كيعتبروها الناس بانها اداه من ادوات التغيير السياسي في البلاد وكان فيها النقاش وكان فيها الديبا. رجع الاتحاد الاشتراكي مثلا كنا كنشروها بدرهم 20 ريال درهم كنا كنمشيو نشرو العالم ونشرو الاتحاد الاشتراكي ومعنى ان ديك الساعه باش كتهز حنا باش كنا ديك الساعه تلاميذ باش كتهز الاتحاد الاشتراكي معنى ان علامه انك كتقرا انت كتقرا وما كنفهموهاش وكنحاولوا نمشوا عند استاذ الفلسفه ونمشوا عند استاذ الاخر وكان الديبا في الليسي وهذا فكنا كنحاولوا ما امكن انك تفهم. دابا حاليا القارئ شنو غادي يقرا لك مثلا كتجيب لي مثلا للاسف برامج ثقافيه ماذا نعرف مثلا الكتابات المنشورات والمطبوعات اللي كتخرج دابا حاليا حتى بعض المرات كيحاولوا يديروا مثلا في بعض القنوات الرسميه سي عبد الرحمن. ولكن انا شفت انا واحد المره درت واحد التعليق واحد المره فيسبوك جايبين واحد محمد الشيخ هذا فيلسوف مغربي انا كنت نقرا عليه ما كنتش كنعرفو تلاقيته واحد المره في ابو ظبي بقيت نهضر معاه سولت واحد الصديق استاذ في الجامعه قلت له شكون هو قال لي محمد الشيخ ومشيت سلمت عليه قلت له يا استاذ انا راني كنقرا لك استمتع باللغه التي تكتب بها بديك الباراغراف ديك النقطه بديك بالطريقه ديال الحجاج ملي كتبقى تناقش الافكار وهذه. قلت لي وانا سعيد اني تعرفت عليك ورجل طيب وخلوق. واحد النهار شفت بانه غيجيبوه وغيهضروا عليه واحد الكتاب جابوه جديد فمي كنشوف واحد الصحافيين جابوهم كنعرفهم لانني كنت معاهم كنعرفهم يعني كان معايا انا باش كنت في اسبريس فهمتي وكان واحد اخر داني انا ليس له بين العلم والقرايه الا الخير والاحسان ما يقدرش يشري كتاب يهزو في يده فهذا هو اللي غادي يناقش محمد الشيخ. مثلا ملي غنجيب سياسي انت مثلا سياسي بحال مره كيعاود ليا داك احمد المرزوقي اللي كان في زمان مارث فقلت شي مره جابوه ما عرفتش يهضر معاك الصحفي قال لي داك الكتاب اللي خرج لك شنو سميتك سميتو داك الكتاب سميتو واش انت صحفي والكتاب ما كاينش اللي ما قراش الكتاب ديالو بالفرنسيه ونهار اللي ترجم للعربي يعني الكتاب يعني كان صادم ديك الوقت باش خرج فقال لي شنو سميت الكتاب ديالك او شنو سميت الكتاب هو كتاب واحد اللي خرج وجايب السيد وما عرفش الكتاب ديالو
عارفش الاسم ديالو. سي نور سالم تيقول لنا العدراوي الموضوع اولا وبعد المختلفات. قلنا لكم الحوار غادي يقدر يكون طويل، ولكن بلاش نديروا 10 ديال الحوارات، غنديروا حوار واحد وغادي يكون شامل جامع مع السي نور. غادي نمشيو للامارات وغنزوروا الدبان وغادي نتكلموا. بالنسبه اسمح لي السي عبد الرحمن، بالنسبه لاحمد المرزوقي سولته، قلت له نهار اللي جابك احمد منصور في الجزيره كيفاش انك تنتبع داك البرنامج، واحمد منصور يعني عنده داك داك الحوار عنده واحد الطريقه بحال فيها التحقيق، وهو كيخدم معاه باش من باش نكونوا شويه ما نظلموش الصحافه المغربيه ديالنا. هو هذاك السيد كيخدم مع فريق عمل يعني 14 واحد اللي كيدير معاه الاعداد ديال البرنامج اللي كيوجدوا ليه الاسئله ويوجدوا ليه. فقلت له انا كيفاش هزمتي داك السيد وبكى قدامك؟ قال لي والله يا سي نور الدين انني مشيت عند داك السيد وغادي نهضر بداك الشيء اللي عندي وصافي. عادي يسولني غنسول. قال لي لقيته بانه سولني في شي حوايج اللي انا بقيت كنساهم وما كتبتهمش، ففاجئني. بقيت انا كنت صادق مع نفسي وحكيت داك الشيء اللي وقع. فواحد اللحظه كنهز عيني كنشوفه تيبكي قدامي، فقلت له فقلت انا بأنا ساستمر، لان وقع لي كنشوف صحافي قال لي تيبكي قدامي، فقلت غادي نستمر. فاستمريت. قال لي فقلت استمريت. قال لي وجاب ربي التيسير. قال لي داك الشيء ماشي. قال لي ولكن كنت امام قامه اعلاميه كبيره جدا. قال لي صراحه. قال لي فاذا حتى باش ما نظلموا الصحفيين معنا المغاربه كا خصوصا في القنوات الاعلاميه، راه ما كاينش الله اعلم ما عرفش انا ملي كنشوف الناس بعض المره كنمشي لشي قنوات كيبان لي انسان غير بوحدو غير بوحدو يعني ما فهمتي ما الله اعلم، ولكن ملي كتقارن اعلام اخر معناه انه ذاك الاعلام تيكون موجه، وبالتالي بانهم حتى الفلوس كيخسروا بزاف. نعم. غادي نرجعوا للمربط الفرنسي كسي عبد الرحيم عبد الرحمن. مركز الامارات للدراسات والاعلام. الناس بالصباح راه باغيين ينعسوا كيدقوا عليه. انا هاد مركز الامارات للدراسات والاعلام، وهنا غادي نتكلموا في ذاك الموضوع ليكون في علمك، انا كيذكرني بواحد سميتو مركز هيسبريس للدراسات والاعلام. هاد المركز انا كنت انا من الذين اسسوه، يعني كانت عندي هذه الفكره باش كنا في اسبريس مع الاخوان، فقلت طرحت واحد الفكره قلت لهم الاخوان لان هيسبريس المهم كبرت وتقدمت مزيان، حنايا بغينا نديروا واحد المركز يكون تابع ليها كيساهم في النقاش العمومي. فهذا الشيء اللي قلتي دابا انت. فاذا كانت عندي واحد الفكره، وهو ان البلاد ديالنا تحتاج الى لحمه اجتماعيه اقوى وامتن، وباش تكون هاد اللحمه الاجتماعيه قويه ومتينه خاصنا يكون ديبا بوبليك. ما معنى ديبا بوبليك؟ وهو ان اي انسان مغربي مسؤول حامل لمشروع او ايديولوجيه او اهواء يعني سميها ثقافيه ولا شي حاجه يجي يناقش. لماذا؟ انا كنت انذاك طلعت على الفلسفه السياسيه وواحد الكتاب ديال القرار ديك الساعه سميتها حنا ارنت. هاد حنا ارنت فيلسوفه اصلها من المانيا، عاشت في امريكا مع كانت يهوديه من بعض النازيه، وهذا هي هربت لامريكا. فكانت كتكلم كتحلل هادشي ديال التوتاليتاريزم، يعني هاد الشموليه وهاد الافكار اللي كتحمل العنف، كيفاش كيخرج العنف وكيف هذا. فكتقول لي في واحد الكتاب عندها سميتو لا كولتور بوليتيك، انا كنقرا ليها غير بالفرنساويه ما كنقراش ليها بالانجليزيه. فكتقول لك هي حنا ارنت كيف كتفرق هي بين الدوغما بين العقيده وبين الراي. كتقول لك مثال انني انا طلعت الامثله بحال دابا مثال عبد الرحمن، دابا انت تهضر واحد الهضره تخربق عبد الرحمن ما تيقول والو، عبد الرحمن عاطي خربق، عبد الرحمن غايقول بان هذوك الناس تيقول لي عطا نخربق وما تنقول والو، اذا انا الافكار ديالي راه مهمه خايفين منها. اذا هاد الافكار اللي عندك تتحول الى عقيده ما كيبقاش كراي، ولكن مي تنقول لعبد الرحمن انت فهمتي هاز الراه ديال اجي سي عبد الرحمن اجي نناقشوا في الموضوع هذا، كتجيب واحد مختلف واحد منا واحد متفق واحد وكنناقشوا. فماذا يقع؟ هي كتشرح لي كتقول لك في الاول ان الانسان ملي تيبدا يناقش وكيسمع الاخر تيتكلم كيبقى يشكك في العقيده اللي عنده،
مره اخرى ماذا يقع؟ ماذا يقع مره اخرى؟ هو انه يبدا يتنازل. هذا واحد المبدا كيسموه في غرايس يعني في العلم اللسانيات برينسيب دو كوبيراسيون، يعني انني كنحاول انني باش نتوائم ونتلاقى معك في واحد المنطقه. اذا هذيك الافكار عرفوا الوزن ديال المركز، يعني كنتو استضفتوا حتى لاول مره غتوقع في المغرب ناس اللي كانوا من جبهه بوليزاريو. اييه هذا كنا بدينا به، هذيك يعني كانت واحد القاعه والحمد لله. نقول لك واحد القضيه وهذه شهاده لله وللتاريخ، كنا نتحرك بكامل الحريه في المغرب. وهذه الفكره ديال البوليزاريو انا كنت كنناقش انا واحد المره انا والاستاذ المحترم حسن اريد. نعم كان هو من المنشط على ما اظن ديال حسن اريد، تواصل مع بدينا كنناقشوا لان الصديق كنا كنناقشوا مجموعه ديال الامور. قال لي قلت لي بغينا ننظموها كيفاش، قال لي هذا السيد، قلت لي راه تلاقيت انا واحد المره هذا السيد محجوب ودرت معها واحد الحوار، ولكن غادي نشوفه. من تكلمت مع الاخ امين، الاخ امين قال لي غادي يجي وغادي يدخل، لانني انا كنت الساعه كان لان امين ما انت كتعرف انا هو اللي كنت الوجهه ديال برا ديال مع امين. انا كنت هنا في الرباط وكنت مشيتي انت للمطار باش تجيبوا الضيف من المطار، كنت الليله ديال اللقاء انا سافرت لكندا، ولكن لحظه ديال كنت هنايا كنت موجود مع. المهم على اي حال ديك الساعه قال لي امين، هو امين كان خصيم في الحقيقه، هذه من انا كنبغي الانصاف. امين كاين فيه شي حوايج اللي ما عمر نساها، تبقى استاذ واخ ومحترم مجموعه ديال الحوايج، وكان زعما كان خصيم في هذه القضيه. مي كنطرح شي فكره انا كيامن بها وتيقول لك الله يجعل ديال امه تكون بالخساره، تيقول لي بحال هكا بهذه اللغه هذه. فهو قال لي غادي نجيبوا السيد ونقطعوا ليه بي فهمتي وبيزنس كلاس ونشدوا ليه اللوطيل ونشدوا ليه كذا وكذا وكذا. فانا من اتصلت بالسيد لقيته اوروزمون لقيته في الصحراء المغربيه، جا عند شي اماه وقيلا الوالده ديالو بقى ولا ما عرفش شنو هو، عيط له قال لي سعيد السي نور الدين باش نناقش معك، لان عرفني درت معاه واحد الحوار وبقى داك التواصل بيناتنا بالتليفون وكذا. فقطعنا ليه بي الطياره المهم مشينا الجنة هذا. المهم كان ديك سميتها ديك الندوه كان فيها السي حسن اريد وفيها الاستاذ محمد اليازغي اطال الله في عمره، وكان وعطيت تسيير يعني ان بالنسبه لي خدم داك الشيء، عطيته تسيير لواحد استاذ جامعي يعني في كليه الاداب استاذ الانجليزيه، هو صحراوي من الصحراء يعني كيفهم هذه المسائل مزيان وضابطها، وقا انني اصولي صحراويه وخدمت في الصحراء، ولكن كنعرف بانه هو اكثر مني في يعني في الضبط ديال الملف كيضبط اكثر مني في الحقيقه. فعطيته هو يدير التسيير، كانت القاعه وقاعه يعني ديال الدوله، طلبناهم زعما ما قالوش لنا لا فهمتي في عقوب مصوري يمكن شنو. المهم كانت مضروبه عن اخرها وكانوا فيها الانفصاليين طلبه، وكان النقاش فيها على احد فهمتي كان يعني طالع المستوى. المحجوب جاء اول حاجه كان ديك الساعه كان مسكين داك اليازغي الله يطول في عمره، قال لهم نتوما كتحملوا مسؤوليه في 1972 وجينا عندكم نتوما ودنا منا، وينزل فهمتي واحد الخطاب كان حر فهمتي السيد، يعني قال داك الشيء اللي كيتقال في تندوف وكيتقال في اي بلاصه. والانفصاليين بعد في التدخلات يعني كان واحد تيدخل تيقول لهم انا رجعت وندمت وشي حاجه وشي حاجه، النقاش كان تما عندنا حنا احتضنا هذا النقاش هذا، ولا احد يعني ضايقنا. وكان مرجعا هذا اكثر من هذا، انا كنت ديك الساعه في البرلمان وكانوا الناس كيتدخلوا في شي ملف، وكانت حسناء ابو زيد الله واحد الاخت حسناء ابو زيد راه معروفه هذه واحد انسانه محترمه سياسيه مثقفه ومحترمه، فكانت واحد المره كنعقل فشي لجنه كانت كتكلم وقالت لهم بان النموذج بحال هذا النموذج بغينا حنايا، بغينا هذا النموذج. هادو معايا صحراويه طبعا وكتفهم داك الشيء ديال الصحراء، كتقول لك هادو خوتنا وحبابنا ودمنا ومنا ولينا وقبائل وتداخل، هذا ما يمكنش نسبوا ولا نشتموا، مرحبا بهم في اي وقت بغوا يناقشوا كما داروا اسبريس ولا مرجع، والله مرجع كيهضروا عليه. فباختصار شديد
مهم وندوة ديال عبد الباري عطوان وديال الناس، جاو الناس الأتراك، جاو الجزائريين، جزائريين يعني الناس اللي هما جاو ناقشوا معنا وجاو هذا، يعني شي أمور اللي هي مشتركة بيناتنا بالإعلام هذا، كل شيء ناقص الحمد لله، وكل شيء جا عندنا جميع الناس يعني من اليساريين، من المعطيمون جيب، من نبيلة، من عبد الحسين، من كل شيء كان كيجي من الناس، من الناس ديال سميتو، من الناس ديال إدارة الأمن الوطني، كانوا كيناقشوا معانا يعني في الشيء ديال الإرهاب، وهذا الشيء كانوا كيجيو عندنا. فهمتي الأخ اللي مسؤول دابا حاليا جا تما، حتى هو عندنا دار. المهم كل شيء كان كيجي، كل شيء كان كيجي عندنا، وكان في بقي الخيام كنحاوروا الطريق العاطفي. أي الخيام صار كنا هذاك حنا هذيك الساعة، الخيام جا سميتو، المهم جا قبال وناقشنا الأقليات، وناقشنا تصور معايا واحد بين قوسين هذه باش ندخلوا على المساله هذه، واحد مره كنا بغينا نديروا النقاش ديال الاقليه الدينيه في المغرب، وكان هو من الطابوهات، وكانوا شي وحدين باغيين يديروا واحد قالك سموه شي لقاء ولا مؤتمر وتخربيق من هذا القبيل، كانوا باغيين يديروا قلب في مقر ديال الجمعيه المغربيه. المهم انا ديك الساعه غادي ندير واحد، وحنا داخليا اختلفنا فيه، اشرف كان ضده بانه ما يمكنش، ولكن امين قال لي واش باغي دير، قال لي انا معاك، امين مشى معايا، كان نقص قال لي انا معاك، يعني كنا كنختلفوا بيناتنا وكنا، ولكن في نهايه المطاف القرار كنخرجوا به صافي. درت انا هادشي، جبت واحد بهائي شيعي كهداد من النار، بدينا كنناقشوا، من ناقشنا ديك النقاش تصور معايا حنا اختلفنا فيه بيننا، ولايه امن الرباط ما كانش باغا تعطي لدوك الناس باش يديروا ديك اللقاء ديالهم، الولايه كان ديك الساعه الوالي المهيدي دابا اللي هو والي ديال طنجه، من بعد كان واحد الصديق تيعرف الوالي قال له اودي راه الشهاب راه داير واحد انتم، قال ومهضر مع ديك صاحبي قلت له قول بالمهيدي، قول للسيد الوالي وقول لي غير خلي راه ما يجي 11 ولا 12، وفعلا داك الشيء قال لي، قال لي اخر فعلا درت الندوه ديالي انا، طلعت مزيانه. داز واحد الايام مشيت انا الامارات، كان واحد المنتدى تما، كان السي محمد العبادي، الدكتور احمد العبادي، استاذ ديال الرابطه المحمديه لعلماء المغرب، هذا من المثقفين الكبار في المغرب عندنا. ف انا كتبت واحد الماده، قال واحد المستشار معاه ولا خدام معاه، قال له واش الشهاب كاين هنا، بغيت نشوفه. انا داك السيد جا عندي واحد الشاب مستشار معاه، قال لي راس الدكتور العبادي بغي يشوفك. انا بالنسبه لي عيطت العبادي، هذا شرف، لان الاستاذ العبادي كان فهمتي كنقرا عليه وكنتبعه قديم قديم يعني هذه سنوات، فكنت باغي نشوفه ونجلس معاه. وهذا انا يلاه انا هبط لقيت عنده واحد لانتيرفونسيون في واحد الندوه، يلاه ساله هو دوك الناس من ساله فهمتي، دوك الناس كيجوا يسلموا عليه ديال دار رعايه الحسنيه وكيجوا هذا وكيعنقوا، هو غير شافني دار كل شيء وتمجي عندي، هو كيعرفني لانه كشافني في جا عنقني وقال لي برافو عليك، برافو برافو. قلت لي ما عرفتش الدكتور ديالي اش برافو، قال لي هذيك الندوه اللي درتيها هذيك العشيه، فانا باش قريبه 6 تبدا ديك الندوه، عيط للمستشار ديالي قلت ليه ارنا خويا ديك البيسي وفتحوا لنا نشوفوا هذا الشاب اش غيدير لنا هذا النهار هذا، فقال لي ضروري كنت خصني نكتب، ربما كانوا مكلفه شي جهه باش يكتب شي، انا شي ما انا غير فهمت الله اعلم، كتبوا ربما هو يكتب تقرير ولا ما عرفتش. فقال لي هنا سينور الدين، يمكن من بين الحوايج اللي ما سقتيلهاش الاخبار ولاول مره انا غادي نقولها لك، النهار اللي كنا الندوه ديال الصحراء كان هناك خوف من ان الضيف ديالكم يطالوا شي اعتداء، والجهات الامنيه خصت حراسه متينه ليه بلا ما تسيقوا لها الاخبار. طبعا هذا نقاش اخر، وما بغاوش هو يحس بانه راه محظي. شوف انا المهم على اي حال انا كنت نمشي عنده تنجلس مع هذيك الايام، المهم على اي حال كانت حراسه مشدده على اي حال لانه كانوا خايفين عليه. المهم هذا نقاش اخر خليه، ماشي مشكل لان هذا يتصل بشي حوايج اخرين. بس العبادي قال لي هذيك الندوه، قال لي درتيها، قال لي فكان جريئه لانهم هما ما كانوش قادرين يديروها، فدرنا حنايا في الاعلام وعجبتهم بزاف، وقال لي انا في داك التقرير ديالي اللي كتبت بانني شكرتك بزاف وعجبتيني بزاف داك الشيء. فالسي العبادي الا كان سمعت الشيء راه فهمت، فانا قلت لي انا استاذ، ف شرف لي استاذ في هذه الشهاده ديال واحد من قيمه الدكتور العبادي، فانا
فاحنا كنخدموا بلادنا وبقيت نهضر معاه باش شو قال لي دوز عندي ضروري دوز عندي وتشوفني وهادي وجلس معايا. فمن بين الحوايج يعني هاد لا ريكونيسونس يعني هاد هادشي اللي كنا كنقلبوا عليه فهمتي يعني كتجيك شي شهادات كتعجبك. فحنايا كنا كنخدموا بلادنا بدون ما لا نريد جزاء ولا شكورا فهمتي كن فكنا كنجتهدوا وكنا كنحاولوا ما امكن ان تكون عندنا واحد المعلمه اعلاميه كبيره في البلاد ديالنا اللي تخدم ناس ونهار اللي كيتزاد شي واحد ولا كيخدم شي واحد بحال شي واحد زاد في العائله عندنا بحال اللي اخ تاعك تزوج بمراه ولا شي ولا انت ولدتي ولا شي حاجه كنا كنحسوا حنايا اسره عائله اسره عائله الى درجه كنشوف شي واحد اللي وصل اللي جاو ناض الكونطوار راه يخلص القهوه كاملين وداك الغداء كامل ديك 500 درهم ولا 400 درهم حنايا خوت الحمد لله وفهمتي وفهمتي كاين باسباب ديال النجاح كان ديك الاخوه وكان ديك الثقه في الحقيقه كانت زعما وانا زعما انا مدين لديك اللحظات اللي عشناها زعما وافتخر بانها دازت في التاريخ ديالي زعما كانت زوينه بزاف زعما وكانت هي ولا بغينا نقول لك السي عبد الرحمن كانت يعني مجهودات فرديه باش ندير مجهودات فرديه واستطعنا اننا نجتهدوا والله جاب التيسير زعما فهمتي يعني كانت المجهود وكان الصدق وكانت النيه وفهمتي وربي جاب فهمتي هذا في الاردن هذا تعلق بمركز هيسبريس للدراسات والاعلام يعني حقق واحد حققك بعد مرور 3 سنين حنا فكرنا اننا نزيدو نطورو كيفاش نطورو فنطورو قلنا باننا حنايا مركز هيسبريس للدراسات والاعلام غادي نحاولوا نديروا واحد المدرسه نقدروا نديروا مدرسه ها لان الناس كيقراو الاعلام تيمشيو لكازا ديك المدارس اللي كيخلصوا فهمتي بريفي راه كاين واحد الفراغ هنا في الرباط ممكن اننا وكاين بعض الناس اللي بغاو يساعدوا بغاو هذا وكاين اساتذه اللي بغاو يقروا معنا وكاين زملاء يعني في الصحافه اللي كي اللي كي اللي كي اللي كيخدموا في قنوات مثل دوزام ميدي ان اللي وكاين يعني يخدموا معنا وهذا فكنا بغينا نطوروا هذا الشيء وكنا بغينا نديروا دي بارتناريا انها تطور يتطور نزيدوا نطوروا المشروع نعم. فانا جبت واحد الافكار مهمه ناقشتها مع امين قال لي شوف حسان وناقش انت واشرف وانتم اساتذه فهاد الشيء علاش ما نمشوش فيه بعيد ومزيان وانتم مع المده يعني تخلاو على هكا وهالخدمه خدموا حنا نخدموا كاملين نخدموا كاملين فحنايا جلست انا واشرف طريبق فناقشنا الموضوع وقال لي انا كنت ديك الساعه غادي نمشي لواحد الندوه في الامارات اواخر 2017 بالضبط ونقول لك بالضبط فوقاش النهار اللي لعبت الوداد كاس الانديه البطاله في ابو ظبي لعبت ياك المهم في الامارات فهذيك الساعه ديت معايا اشرف مشينا لتما باش غادي نتلاقاو مع حسن القنوني لان حسن القنوني مقيم في الامارات غادي نجلسوا معاه وغنناقشوا معاه الموضوع قال لي قول لي بالضبط شنو بغيتي قلت له فاذا السيد راه انا غادي نشوف لك من رجعت عنده لقيته قلت له قول لي اشنو بغيتي تنطلق معك فرجعوا لمربط الفرس فاذا الاخ امين القنوني هنا كيطرح السؤال كيفاش ان مركز هيسبريس للدراسه والاعلام مركز الامارات للدراسات والاعلام ثم انك السي حسان انت قلتي لي واحد الوقت غادي نخدموا مع هاد الناس في الذباب الالكتروني ها في الذباب الالكتروني قالها لي وبالتالي بان وللاسف ان هاد الناس اللي كيخدموا في الذباب الالكتروني الناس اميين اميين لا يفقهون في الثقافه المغربيه ولا في التاريخ المغربي وانت كما تعلم الناس راهم جمله هذا الانقلاب العسكري في المغرب هذا يعني اما هو يقصد انه يعني عارف المغرب ويقصد انه يكون بهلواني في كتاباته او انسان جاهل امي يعني ما يا صديقي المرتزق تيبغي غير الفلوس المرتزق ما كيقدمش معرفه وما كتكونش الشخصيه ديالو حاضره المرتزق دخل ليبيا الجنجاوي طال منا دخلوهم من الوطيه دار منا من جات ديك الطياره ديال بيراقدار ديال تركيا بقات كتنيش عليهم بقاو تيخرجوا فهمتي لانه خصو الفلوس هو اعطيه الفلوس هو ما جايش باش يموت تما كاينه جاي هو انه باش فهمتي ما جايش هو باش ينتحر معاك مثلا تقول لي انا مثلا شي حاجه غادي نقول لك هذه مقتنع بها ولا ما مقتنعش بها ما نخدمش هذه الخدمه هذه
بغات تقدم لك واحد المعرفه ولا نقدم لك واحد استشاره بناء على واحد المعرفه، دير بها ولا ما ديرش بها. هادوك الناس ما كيعرفوش، شوف هادوك الناس ما كيعرفوش هكا ولا هكا، كيعرفوا اما تكون معايا وان ولا انك عدو ديالي، وبالتالي الاخر هو باغي غير الفلوس يعطيه اي حاجه. واش ندير؟ لا، هو ما باغا ما عاطيش معرفه لانه فاقد الشيء لا يعطيه. هو الا بغى يدخل لك التليفون تاعك يدخل لك التليفون ديالك. واش فهمتي؟ لا، هو واحد القضيه اللي عنده خطيره جدا جدا، وخطير في سميتو يقدر الى شي حاجه غير التليفون تاعك لا تعطيه ليه مشى دخل لك التصاور تاعك داهم ولا ديالو هو الى غير. وهاد القضيه كانوا كيعرفوها، كانوا كيعرفوا غير التليفون، شي التليفون اللي كنا كنهضروا به، التليفون اللي فيه اتصالات المغرب كنا كنهضروا به، اللي كنا كنهضروا به حنايا بيناتنا ديك لافلوط، هذيك الهضره اللي كنا كنهضروا كتوصلوا كامله. هو اشنو كيدير في المكتب هكا وما كاينش، هو قاعد تما، هو جالس في دبي ومقابل داكشي بالكاميرا، كيعرف شكون اللي دخل، شكون اللي مشى للمرحاض، شكون اللي تعطل، شكون راه كلشي عادو تما كاين قدامه، هو حاضر بالكاميرا. وكاين واحد المساله اخرى، وهو انه داك الهاجس ديال 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 التجسس موسوسو، فهمتي؟ شكون اللي دخل، شكون اللي جا، اشنو قال، خصو يعرف اشنو قال، وعلاش مشى، وعلاش جا، يعني داك الوسواس عنده في الدماغ ديالو. معناه انه اللي تكون عنده الوسواس بمعنى اخر انه كيدير شي حاجه اللي هي خطيره. واش فهمتي؟ لا، باش نتبعوك في في, في, في الكلام ديالك سي نور الدين، وايضا الناس اللي كيتبعونا، يعني السؤال ديالنا هو هذا مركز الامارات للدراسات والاعلام، يعني شكون اللي يقدر يكون كيوقف من موراه؟ الان حنا تنتكلموا على حسان القنوني المدير، يعني المدير التجاري، المدير المالي ديال هيسبريس، لان المدير الفعلي ديال ما ينشر من اعلام داخل هيسبريس المسؤول عليه هو الاخ الاكبر ديالو امين القنوني، مدير الشركه، مدير الشركه الناشره لهيسبريس. وهناك معلومات تقول بان الثلث ديال هيسبريس بيع على الامارات، وثانيا نعم. ان هيسبريس الدومين ديالها كان هيسبريس كوم ودير هيسبريس بوان ا او الامارات. علاش اللي بغيت لا اللي بغيت نقول بين، يعني واش من خلال الكلام ديالك نفهموا بان حسان القنوني ذبابه الكترونيه؟ هذا مما لا شك فيه، هذا مما لا شك فيه. وعندك تصحاب زعما راه عندي اختلاف معاه، غادي نقول هذا راه كون نبغوا نهضروا شي حاجه، انا تنقول لك هذه اللي شفت بام عيني وقالها لي بعظمه لسانه وامام اشرف طريبق، والله العظيم زعما لن ازيد عليه كلمه واحده. وهو يعرفني والإخوان يعرفوني بأنني أنا راه صادق في القول ديالي، وراه ما يمكنش نتقول عليه بشي كلام اللي ما كاينش. إذن مادام هو متواجد في الإمارات، ومادام يعني هذا الكلام اللي كتقول أنه نطق به أمام السي أشرف طريباق على الذباب الإلكتروني، هذا يعني أنه غيكون على علم وعلى اطلاع بما يدور في عالم الذباب الإلكتروني الإماراتي، وبالتالي تقدر تكون عنده معلومات حول مركز الامارات للدراسات والاعلام. يا صاحبي شوف، هو شوف حسان، باش نكون واضح، حسان بارمي لي زيكسبير ديال هاد الشيء هادي اعترف له بها. حسان راه ما كيشدك، واش ما عمرك جلستي مع حسان شاد البيسي قدامه؟ ما عمرك؟ ها؟ لا سافرت انا وحسان ضربنا 200 كيلومتر وكان كيشتغل على الكمبيوتر ديالو. حسان عرفتي راه حسن، راه حسان هو البيسي لاصق ليه في صباعه. نقول لك واحد القضيه، وهذه واحد المثال بسيط، كيدخل المرحاض كيدخل مع البيسي في ذاك الوقت، هو اللي كيقضي حاجه ديالو، ما خصوش تفوت شي حاجه في سميتو. فهمتي؟ هو عنده ديك الخدمه وقالها ليا وعرضها عليا، ياك عرضها عليا، وعاد من بعد كاين شي امور اخرى ما غاديش نقولوها. من انتي عرضها عليك واش ما عرفتيش من بعد واش هاد الذباب الالكتروني فعلا جاب منه ذاك الفلوس اللي هضر معاك عليهم؟ اخويا ديك الساعه هو راه مقيم في الامارات، هاد الشهاده اللي يمكن تعرفوا الاجهزه الامنيه ديال البلاد. انا كنشكك وكنطرح علامات استفهام بين المركز الامارات للدراسه والاعلام ومركز هيسبريس للدراسه والاعلام، ثم ان حسان عرض عليا واحد النهار انا واشرف باش نخدموا معاهم في هادشي ديال الذباب، ومن بعد جا وفهمتي وإيكارتا أشرف طريبق وبغى يمشي معه أنا. واش فهمتي؟ لا، معناه لأنني أنا في نظره كنفهم وكنعرف وزعما وفليكسيبل وفهمتي، وربما بغاني شي واحد يكون بعيد من العائلة ديالو، لأن الآخر ولد خالته، هذا كان دائما كتعرف ديك العلاقات العائلية كتكون دائما فيها الحسابات،
فاذا هما كانوا كيتيقوا فيا كثار بزاف بزاف انا وفهمتي، وكنا زعما كانت. ولكن انا شوف تكون اي حاجه كان هناك اشياء كثيره ممكن ليش نقولها، ولكن هذا الامر ديال انه قال لي نخدمه مع هذا الشيء ديال الذباب الالكتروني سمعتها يعني باذني بعدما خرجت من عظمه لسانه وقالها بالفم الان. وقال لي الفلوس فلوس، قال لي الفلوس فلوس، غنجيبوا الفلوس فلوس فلوس فلوس، قال لي حاجه سيلوردين. الامر الان لا يتعلق ب يعني الحديث عن انقلاب عسكري في المملكه المغربيه، ويتعلق بوفاه ملك البلاد. يعني الامر خطير جدا. واش يعني انت تقول بان حسان الكنوني طياره في هذا الشيء ديال الانفورماتيك وديال اشياء اخرى متعلقه بالانفورماتيك، واش كتظن بانه يعني يمكن نعولوا عليه كبلد او لا تعول عليه اجهزه امنيه باش انه هو يدلها على شكون هي هذه الجهات اللي كتبرزط المغرب؟ امال شكون هو حسن القنوني؟ راه الاجهزه الامنيه عندها فين يدوب الحسن القنوني العشرة؟ واش كتعرف الناس اللي خدامين مع الاجهزه الامنيه ولا اللي الناس اللي كيجيبوهم دابا حاليا ولا راه الناس يقدر يشوف التليفون تاعك شنو عنده؟ لا هادشي مفهوم، هادشي معروف، ولكن حسن على ماشي واش يعطوه يقري الدراري الصغار يقريهم على هاد يقريهم الشيء ديال الانترنيت ولا ما عرفتش شنو زعما شنو غيفيدهم؟ غير شكون اللي كيطلق مثل هذه المعلومات مره وكيحدث بها هاد الضجه الاعلاميه؟ يا صديقي شوف رجع لواحد الصفحه الكترونيه سميتها نجاة بن الصديق، ياك نجاة بن الصديق فيها واحد الصوره في الاولى داروا هذيك الصوره ديال وحده يعني شي بنت بقينا تنقلبوا حنا لقينا ديك بنت روسيه من روسيا. هاد الصفحه سميتها نجاة بن الصديق ناشره واحد الشيك بونكير من الايميل ديال خالد برحلي اللي تبيراطا. رجع دابا كتب نجاة بن الصديق وعاد رجع هاد نجاة بن الصديق شكون اللي دارها هاد الصفحه هذه؟ طبعا دارها امين وحسان باش يضربوا بها خالد برحلي وباش يخرجوا زعما بانه بحال شاد رشوه ولا شي حاجه بداك الشيك بونكير ديال واحد السيده عطاتو بحال هكا وانا بام عيني. والمقابل كانت واحد ماده اشاريه، ونساو ديك الماده الاشاريه الناس من عقوبه مشاو حيدوا ديك الماده الاشاريه حيدوها. راه واحد الفيديو ديال الماده الاشاريه ديال ميلودا حازيب هاد المراه هادي، هاد الشيك عطاتو كباش المقابل باش يديروا داك الفيديو اشهاري باعاز من حسان. فالاخر قال لي خليه عندك لانك في شي 40000 درهم ولا 30000 درهم. الاخر خلاه عنده دارها اي حاجه كيديرها هو في الايميل ديالو في اي كلود تبقى عنده في الايميل ديالو اي حاجه ديال داكشي باش نهار كيجلس يتحاسب معاك يجبدهم. نهار يضربوا ليه الايميل ديالو ضربوا ليه اي كلود جبدوها ونشروها في نجاة بن الصديق. فاذا هاد نجاة بن الصديق واش كتعرف خالد بر ودايرين واحد الاسم اللي هو ما كاينش مره نيكزيست جامي ما كاينش ودايرين ليها مقال فيه سبريس سميتو نجاة بن الصديق. هاد نجاة بن الصديق كتبت مقالا يتيما في ذاك الوقت اللي كان الخلاف والباش بيراطا والايميل ديالي انا وديال خالد برحلي وداروا لها صفحه فيسبوك وفي ظرف يومين وصلت فيها وقال 5000 ولا 6000 ولا ما عرفتش شحال ديال الناس تما ديال المشتركين في الصفحه ديالها ودايره صفحه ودايره فهمتي ودايره سميتو. ف بواحد كنهضر نقدر نهضر معك واتساب لانني ما نقدرش ولكن انا اي حاجه كنهضر في التليفون دير في بالي بانني انا كنتحمل المسؤوليه في اي حاجه قلتها. وشي حاجه الا ما كنتش قادر نقولها الا كنت خايف عليها راه ما نقولهاش. شي حاجه اللي قلتها سواء في واتساب سواء في التليفون سواء في هذا راني تنتحمل المسؤوليه ديالها. بمعنى اخر انا ما عندي منين نخاف، واش فهمتي؟ عندي منين نخاف، وبالتالي انا ما قادرش نمشي لشي حاجه اخويا عبد الرحمن لواحد النهار فيها تحويلات فيها تخربيق فيها شي حاجه يقول لك تبييض اموال يقول لك شي حاجه نصدق اخويا الفرقه الوطنيه معايا نصدق اخويا اش بيني وبين هاد غنيت حاجك. انا اخويا درويش اخويا فهمتي انا معلم فهمتي بغيت تيقار اخويا بغيت نمشي بحالي عطوني طوموبيلتي وتليفوني فلوسي كنزلها لك ونمشي بحالي اخويا. انا خديتيهم واش عرفتي تصور صافي شحال ديال الفلوس ولا هذه نقولها لك اول مره ربما يعرفوها الناس. وما كنش كنبغي نجبد الفلوس انا ما بغيش نجبد الفلوس لان كنقول هاد الناس هذا اللي كنت انا ما كنقول انا نور الدين هذا ما كنزايدش
انا نور الدين الشاب وانت لمسي عبد الرحمن. الى كذب تقول لي انا عرف الله عليك، ما لا تتردد في القول ديالها. انا كنت من العقل، العقل والضمير ديال هيسبريس. انا كنت ماشي بيلي، انا كنت الضمير والعقل ديال هيسبريس. قول هذا الشيء هذا، واش انا كنت ولا ما كنتش عبد الرحمن؟ ما نسمعش ليك. ماك امين القنوني هنا في كندا وانا وياه، قال لي نور الدين بالنسبه لنا هو المستشار، هو اللي كيردنا الى جاده الطريق. الى دخنا وتلفنا كنديو بالراي ديال نور الدين الشاب. وسي امين كيعيط لي بعض المره مقلق، باغي يدخل في شي واحد ديال ماما ديال معدن. تنبرد حتى مالك بلاتي، وبقى نضحك انا وياه هكا وتيبرد. هو في شي حوايج اللي ظريف وزوينه زعما، للاسف ماشي زعما بنادم راه شيطان ولا ابليس. انا تنقول زعما معاه فترات جميله جدا. حكى لي الحكايات ديالكم اللي سافرتوا. يا صديقي يا صديقي انا شوف يا صديقي، انا الام ديالو الله يحفظها الحاجه راه كانت كتسلم ليا من الوجه، وانا صيفط ليها الناس، قلت ليها الحاجه وعيطت ليها في التليفون وصيفط ليها الناس الجيران ديالها، قلت ليها الحاجه وصيفط ليها استاذه صحافيه كبيره معروفه، نقدر نقول الاسم ولا ما نعرفش واش تسمح ليا هي ولا ما تسمح ليش. لا داعي لهذه امور شخصيه ديال المهم. مشات قالت لهم، قلت ليها شوفي يا الحاجه انا مستعد نجي، واللي كانت فصلتي عليا غادي نلبسو انا. قالت لهم هذاك راه شغل الدراري دبر راسهم. الفلوس للدوليه، الفلوس للدوليه معلومه فلوس ولا بلاش خلي دابا. المهم خلي هادشي مادام قلتي بانه معروض على القضاء، خلي القضاء هو اللي يبث فيه. بغيت يعني قلتي واحد المساله مهمه جدا قبيله، هو ان هاد الناس اللي كيتعاملوا مع جهات خارجيه وتيصبحوا عاجزين على انهم يتكلموا على السجون مثلا الامارات او على السياسه ديال السيسي في مصر او على شيء امر يتعلق بالامير محمد بن سلمان. هذا تحدي لهاد المواقع كلها، يعني هيسبريس ولا الزنقة 20 ولا السيد اللي مقابل الامير مولاي هشام، يعني ولا كيحلم به بالليل ما عقلش على السميه ديالو. يعني هادو ناس كاملين كنتمنى على الله انهم يعني يبينوا على حسن النيه ديالهم وعلى انهم فعلا صحافه مستقله، ويبداو يعطيونا بين الفينة والاخرى تقارير على الوضع الحقوقي والوضع القانوني داخل هالثلاثة ديال البلدان اللي هي السعودية الإمارات ومصر، باش ليطمئن قلبنا. إلا كنتوا غير قادرين مقابل دراهم معدودة، مقابل فلوس شديتوها من عند هاد البلدان واصبحتوا تأتمرون بهذه البلدان، فالأمر خطير جدا. سي نور الدين باش ما نطولوش على معنا، واحد 650 ديال الناس راه مقصروا معنا باش ما نكونوش ثقيلين عليهم. خليك واحد الكلمه لا اكيد غادي يكون لنا فرص ان شاء الله اخرى للحديث مره اخرى معك. نخليك كلمه اخيره سي نور الدين. كلمه اخيره سي عبد الرحمن. شوف انا ما عمرني في حياتي غادي نحقد على شي واحد. حاجه واحده حسيت انا بواحد الشمته، بنادم تخدم معاه ويدير لك فلوسك ويدير لك بيراطاج وكا، وما انا بالنسبه لي يكون يجي شي واحد وانا اقوله والله يشهد ويكبر بيا ويقول لي يا نور الدين سمح لي وغيكذب عليا، والله العظيم تكون بيناتنا القناطير ديال الذهب والمقنطره، وانت كتعرف والناس اللي كيعرفوني يشهدوا في هذه القضيه. انا بالنسبه لي والله لن التفت هذه المساله. ثانيا عندما ذكرنا حنايا هيسبريس، ذكرنا هيسبريس هي بالنسبه لي انا هي جزء من التاريخ ديالي، وانا افتخر بالتاريخ اللي دوزته وبغيت ولا كرهت لانها هي جزء من الذاكره ديالي. ولكن عطيناها كميتين، تذكرتي امثله كثيره. انا لا اعلم العلاقات ديال شي حاجه، لا اذا كان شي علاقه انا لا اعلم، وانما اعطي انا هيسبريس لانني عشتها وشدت شي بام عيني، والسبب ديال انني مشيت منها في هذه المساله انها كتخدم اجنده خارجيه، لانها ما خضاش كل شيء بواحد المسافه وواحد المسافه واحده. انا بالنسبه لي ما عنديش حتى مشكله مع الامارات. انا بالنسبه لي اي اعلام يكون مع فرنسا ولا يكون مع تركيا ولا مع قطر ولا مع جزيره الهولولو كيخدم، انا ما نكون ضده. انا اي اجنده خارجيه تكون اي بلاد، البرتغال ولا ما عرف شنو ولا في فرنسا ولا في اي دوله، غادي نكون ضدها، غادي نكون ضدها انا اي واحد، لاننا حنايا
في المغرب عندنا الموارد والامكانيات باش نصنعوا اعلان ديالنا حنايا ونبقاو في بلادنا. في كاين المشكل، انا نتسنى شي واحد انا يعطيني واحد الفرنكات باش يشريني انا ويخليني انا نكون ضد القناعات ديالي. انا بالنسبه لي القناعات ديالي سي عبد الرحمن ما وقع في مصر انقلاب. انا بالنسبه لي انا المشروع الثقافي اللي كانت انا كان اقولها عن علم ومعرفه، راه ماشي هضره ولا شي حاجه، انا نقول لك اشنو هو المشروع ديال الامارات على مستوى الاعلامي على مستوى الثقافي. المشروع ديالهم باختصار شديد، حنايا العرب والمسلمين يمكن لينا كنعيشوا واحد الانهيار حضاري، هذا مما لا شك فيه، ولكن على مستوى الامه المتخيله حنا قويين، لانه من لا ذاكره له لا مستقبل له. على مستوى الذاكره ديالنا نحن اقوياء لا في المغرب ولا في العالم، يعني عن هو كيبغي يضرب لك هاد الذاكره هاد الذاكره او هاد الثقافه او هاد الامه المتخيله اللي عند الانسان اللي عندنا نربوا عليها اولادنا، وهذا كيخربها ليك. معناه انه ما تبقاش عندك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والنموذج، تيولي هذاك محمد استغفر ربي العظيم استغفر الله ندير بين قوسين واحد مكبوت تزوج واحد السيده عندها 6 سنين، او واحد باغي مويمه ما عرف تزوج هكا استغفر الله. على هذه الامثله هذوك الناس راهم دابزوا لان كان مشكل بيناتهم. هذه الكتب اللي كان كتنشرها مؤمنون الى حدود تشكيك في البخاري تشكيك في كذا. هذا المشروع خطير، واحد النهار واحد النهار غادي يقول لك إمارة المؤمنين حاضنة للإرهاب. دابا بدلك مع إخوة المسلمين مور إرهابيين، راه اللي كيخرب لك الإسلام والذاكرة وفهمتي والكتابة، راه عندي في المكتبة، المكتبة عندي جبد ذلك أنا هادشي هذا. وغادي يقول لك إمارة المؤمنين إرهاب وحاضنة للإرهاب. هذا هو المشروع. أنا هاد المؤتمرات راه حضرت لي ديال المؤمنين بلا حدود وسافرت ومشيت وشت هادشي هذا. انا هذا المشروع لو كنت مقتنع بشي حاجه اللي في مصلحه ديال الامه وجزء منها البلاد ديالي غادي نخدمها انا افيك بليزير، والفلوس كتحط ليك. ولكن كنفتخر وهذا بتوفيق من الله ماشي مني أستاذ عبد الرحمن باش تحط لك الفلوس قدامك وتقول لا. كانت قاصحه عليا ولكن انتصرت القناعة ديالي. هذا ما سأسجل إن شاء الله في المستقبل. وشكرا أستاذ عبد الرحمن على هذه اللحظة. شكرا جزيلا لك سي نور الدين، شكرا لك، وسيكون لنا موعد إن شاء الله آخر قريبا. شكرا سي نور الدين.